السلام عليكم اخواني المتابعين، متابعين قناة كويتي ليدر، يا مرحبا بكم في القناة من جديد. عدنا اليكم لمواصلة التجول في مدينة اصفهان. قعدت انا هني شربت هالقهوة بهالمكان لغاية المغرب، حل المغرب والاجواء الليلية وكذلك النهارية كانت جميلة. الحين بنطلع من القهوة بعد ما استمتعنا في المكان الرائع، بنكمل طريقنا نتمشى في مكان ميدان نقشة جهان. الباب قصير لا يكفخ راسك. يلا زين عدينا بسلام. فلت من الباب الأول وكفخت بالباب الثاني. السلم الحين لا نكفخ بهذا بعد، هذا لان المبنى قديم فما ادري شلون مسوينه. صعده وعالي السلم. خيل اخو نزلنا الحين ترى شو مسوي. الحين بتدش احد الاسواق من الداخل، نتمشى داخل السوق ونطلع عليه البوابة اللي أنا منها. البوابة اللي أنا منها هناك بالزاوية، بس احنا نزلنا بالخيل هني أقرب نقطة. ندش السوق نشوف شنو في داخل. طبعا السوق كبير كبير، يعني ما راح أغطيه كله، ترى اللي بغطي منه الحين ربعه بس. أنا ما أحتاج السوق بس نشوف شنو فيه. بس المكان يا جماعة الميدان هذا روعة، استمتعت جدا بالقهوة والقعدة فوق. القعدة فوق كانت ولا أروع. بس تاني فالودة اللي يبي بيع الأشياء الفنية، عرفت؟ في لعب اطفال وشغلات الاستعمال، نعل، واتي، عصي، ساعات، اشياء منزليه، ملابس، لوحات، حقائب، يعني متنوع السوق تقريبا. بس انا كنت ابي بوابه دخلني داخل. ايه من هنا ندش. اوه هني شيء ثاني بعد، هني شيء ثاني. خلنا نمشي بالسوق. صانع حلويات الإيرانية عرفتوها. هذا نفس الكوابة اللي تشرب فيها اللبن التركي والسوالف. ساهون جاز. شوف كل اللاين ترى طويل، ها شوف طوله هناك وفي كذي بعد. هذا وايد طويل على طول الميدان. شوف شوف يفضل اني اروح قطوع عشان اروح موقع اخر. بروح لقطوع الحين. شو نسوي؟
انا رايح باتجاه الفندق، يا اني راح اصلي المغرب هناك وانا اللي طالع، بروح الجهة الثانية اللي على اليمين. بس ما ادري اروح الفندق ولا اروح على طول مباشرة، نوصل هناك ونشوف. انا للحين فيني شدة يعني امشي، تو الناس فيني شدة ومريح تمام وطالع. نمشي ذاك الصوب ونشوف. احنا عموما قاعدين بالسنتر، كل شيء حولنا. طبعا هناك نقش جهان الميدان، مشيت كل هالمسافة شبي، وانا اللي رايح ظهرنا في ميدان ثاني ذاك الصوب. بعدين انا لاحظت شغلة، لاحظت ان لاحظ كل ما اصعد شمال شوي القى المدينه ارقى او الناس، يعني بشكل عام كبنيان كشوارع كناس. يعني لقيت مثلا شيراز افضل من بندر عباس، الحين وصلت اصفهان لقيت اصفهان افضل من شيراز، مع ان كل مدينه تمتاز بشيء. يعني بندر عباس مبين انه يعني مكان تجاري اسمه بندر، يعني مين هو مكان تجاري. وشيراز لقيت انها تتخصص بالطب والحدائق والاشعار وهالاشياء. اصفهان لقيت فيها تاريخ، لقيت فيها تاريخ ومعمار وشيء، يعني بس هي كطرق ومعمار ومباني وناس، لا هي اصفهان تتفوق على شيراز وتتفوق على بندر عباس. انا ما ادري وين جيت، بس واضح انه ميدان كبير. شهر داري، يعني شنو شهر داري؟ مبنى حكومي هذا يمكن. ساعة دقت الساعة 7 يا شباب. ظاهر هذا سنتر المدينة. شوف اصفهان كبيرة مو نفس شيراز، يعني اصفهان يبي لها جراندايزر يغطيها، بس انا على الاقل باخذ المحتوى اللي حول مكاني، بعدين ان شاء الله باكر اذا عندنا جولة. على المفروض باكر نكمل طريقنا الى طهران. شو التمثال؟ شي يرمز؟ لا مو مكتوب شيء. باكر المفروض نكمل طريقنا الى طهران، لان ورانا مشوار القطب الشمالي بعيد وعندنا شغلات غامضة. يعني انا بالنسبة لي ما بعد ايران هني يبدأ عندي الغموض. تقريبا عندي خبرة ولو بسيطة، عندي رحلة سابقة هني، لكن فوق بالشمال وكذي لا راح تبدأ عندي الحوسة. فقلت انا اروح هناك بدري، فباكر ان شاء الله ناوي امشي. اذا قررت اقعد راح نغطي اصفهان بجراندايزر، بس غالبا بمشي. وباكر او الليلة اقول لكم سبب التأجيل، لاني انا مو متأكد من، انا بحثت بس مو متأكد من البحث، راح اشوف الليلة. هذا ماي هني عابر، مشاة، اسواق، الممشى طويل ترى مو سهل. يعني الممشى هني في الاسواق يعني تضعف عرفت. تعشى هني. هذه سينما، شوف سينما فلسطين، افلام هني سينما. خلنا نتعشى هني، يمكن هالمطعم عنده إرسات. في قعدات ابي اتعشى بس فل
ما في طاولة فاضية، كاتشن هذه فاضية. تعال يبا خلنا نطلب شيء نشربه. هاي شير موز هاز؟ يس. وان شير موز؟ وان تاو؟ ايه يكي يكي وان. طلبت لي شير موز يا شباب. شير موز في ايران احبه انا. سويت ويحطون فيه مادة ما ادري شنو هي. ف يعجبني. طقطق شير موز بعدين امشي. شربنا شير موز طيب كان. عن خاطر كذي لان شير موز هني الموز عندهم وبالحليب حلو ما ادري شو يحطون فيه، يحطون فيه بعد مادة تخلي يعني تخليك مدمن. قالوا لي مستكة وشيء كذي ما ادري نسيت ايش قالوا لي بس يعني عجيب. ويذكرني بسالفه بعد. قعدات فوق بس كانها ضيقه. ذكرني بسالفه السفره اللي طافت. رحت حق واحد هم كذي شفت الشير موز وهذا قلت له وكاتب فوق لافته شير موز 400. كان اقول له ياكي شير موز. واحد شايب عرفت قاعد يشتغل. شايب قاعد يكرف وكارح عيشته والفوطه على الكتف عرفت حاط الفوطه على الكتف وشقال ويخدم العالم وزحمه وطابور وكذي. عاد انا قلت له ياكي شير موز سوالي وزع العصاير واعطاني قلاصي واعطيته 400 كان يعصب. شنو هذا 400 اعطني زياده يلا خلص. قلت هاي هم معصب هم بيغشني ويبي زياده. قلت له يبا هذا هاي 400 هذا حسابك انا طالب شير موز. يقول لا زياده ويأشر لي على الرغم. قلت له شوف 400 مكتوب شنو اعطيك زياده؟ ماكو زياده. ويعصب ويطق الفوطه بالطاوله اعطني خلصني. ها ايش في هذا؟ المهم مشد انا وياه وهي واحد يتحكى عربي. يقول لي شو الموضوع شو هيك؟ قلت له هذا يعني شير موز 400 ويطالبني زياده مأذيني معطيه 400. يقول لي طالع شي ويطالعني يقول لي بها مو 400 هذه 600. الثاني السنه يكتبونها مثل الاربعه او مثل الاثنين نسيت والله بالضبط بس كلمه السته نفس الاربعه والاثنين. وظلمت الشايب فقير عرق داخ مني. صدق ان هذا الشارع نفسه باتجاه الفندق عرفت؟ ينتهي عند الفندق الشارع. بس احنا ما بنوصل الفندق قبل لا ناكل. هم بيتزا هم شري. سندويتش هم شري. يلا عملية انتحارية الآن. عملية انتحارية للعبور. لازم أحيانا تقط نفسك هني شوي. شايفين الجسر هذا؟ عجيب ها؟ شوف شوف حلوة إنارته طالع من هنا إلى الضفة الثانية وما في شيء بالنص الظاهر حق السيل أو حق الماي. شوفوا عبور مشاة يعبرون من الناس من هنا إلى هناك. في ماي خفيف مو وايد بس الظاهر هذا يعني سيل سيل الماي يمر عليه. بس المنظر ماله وايد حلو الإضاءة اللي موجودة. هذا
ناكل اكل سريع هني. كنت هاويت يعني اختصار كنتاكي، كنت هاويت. طبعا كل محلاتهم الفاست فود شاورما وسوالف كنتاكي وبطاط كذي. يلا شباب نزلنا كنتاويتش. من قال كنتاويتش؟ نبي نجرب الكنتاويتش الايراني مع البطاط. يلا سم سم حياك تفضل بالعافية عليك. أفا والله شوف كنتاويتش نفس دياي الكنتاكي الأصلي مال قبل، دياي الأصلي مال قبل عرفت، مو مال الحين اللي تاكله كنا مطاط ولما تاكله ما أدري شو يصير فيك. لا هذا تحس دياي وتقرمش لذيذ والله الكنتاويتش. يبيله واحد يبطل افرع كنتاويتش لا بأس. المهم خلونا اقول لكم باكر المفروض نمشي الى طهران عشان نواصل طريقنا في رحلتنا. بس اثناء البحث تشيكت على الارصاد الجويه بالطريق يعني شنو راح يواجهني باكر، لقيت ان طهران مطر اليوم باكر. ما تشيكت على عقب باكر، انا كنت حاط ببالي اني اروح حتى لو مطر وانا جاهز يعني. بس اليوم قعدت افكر قلت زين اذا مطر شلون بقعد اصور مثلا، شلون بقعد اشوف اصور، اكيد بيصير مطر وانا بحاتي الشارع لا ازلق وبروح على طول سيده الى مقر استقر فيه وما راح تقدر تصور شيء الا ماي يعني. بالاضافه الى اني راح يمكن افك الكاميرا، كاميرا يمكن المطر شوي يكون يعني قوي او شيء يشد على يبلل الكاميرا ويمكن يخترب الجهاز. صح ان الكاميرا اللي عندي جو برو ضد الماي، بس لا تنسى ان انا فاكهه متخليها حق الهلمت، ففي بعض الاجزاء الكهربائيه مكشوفه اذا دشها الماي يمكن يخربها، يخرب البطاريه. ولذلك باكر 70% نقعد بعد ليلة ننتظر المطر يخف في طهران. ما أخذت القرار الأخير بس 70% يعني أنا قاعد أقتنع أني أقعد بعد ليلة عشان أتجاوز موضوع المطر وأصور على راحتي. إلى ذلك الحين يصير خير، نراكم إن شاء الله في يوم جديد وحدث جديد في حلقتنا القادمة راح نعرف القرار. شكرا لكم، مع تحياتي أخوكم كويت ليدر من أصفهان إيران. تشاو تشاو.